التاريخية الحاسمة التي انتظرتموها طويلا. قبل أيام قليلة أعلنت عملية عسكرية في تعز لفك الحصار المفروض عليها منذ 3 سنوات. مئات المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في عدة مناطق بالمحافظة. أبرز ما حققته هذه الحملة العسكرية حتى الآن هو تحرير مديرية الصلو بالكامل، والتي منها سيسهل الوصول لجملة خدير الواقعة على الطريق الرابط بين تعز ولحج وعدن، وتعد المعقل الرئيس ومركز العمليات العسكرية التابعة للحوثيين، ومنها تتدفق إمداداتهم لجبهة حيفان الاستراتيجية ومنطقة الأقروض جنوبا. هذه الجبهات جميعها وبعد السيطرة على الصلو أصبحت محاصرة تماما نتيجة قطع خطوط الإمداد الرئيسية إليها. الأهمية الاستراتيجية للصلو جعلت ميليشيا الحوثي تسعى بجهدها الحربي والعسكري وبقوة لاستعادتها. كان آخر محاولاتها دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة وشن قصف على مواقع الجيش والقرى السكنية في المديرية. الميليشيا أيضا حاولت التسلل وتنفيذ عملية التفاف على مواقع الجيش في نقيل الصلو، أدت إلى معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى. الجدير بالذكر أن الجيش الوطني نجح من قبل في تحرير مديرية الصلو، إلا أن الحوثيين استطاعوا بسرعة استعادتها، ولا تزال المخاوف قائمة من تمكنهم مجددا استعادة السيطرة عليها كما نجحوا في ذلك من قبل. لكن يبدو أن الجيش الوطني هذه المرة مصمم على الاستمرار في تحرير بقية مناطق تعز، أولها الصلو، والتي بالتأكيد لن تكون الأخيرة.